مرحبا بكم في سوق أنوان. اليوم جينا لواحد البلاصة بزاف شابة، مدينة تلمسان الأناقة، إكزاكتومون في الغزوات. الفيلا اللي سوتي قدام البورت تاع سيدنا يوشع، يعني 2 كيلومتر خدمي راكلتم، وعندك البلاصة اللي مليحة فيها هي البحر، ما يبعدش عليهم 1 كيلومتر، يعني أبي راكلتم. داخل عندنا شوفاج سنترال أناقة والحضارة، والحاجة الشابة اللي فيها عندها صوصول فيها 70 متر كاري، دير فيها واش تحب انت، يعني الماتريال تاعك يتخبى ألاز. عندكم كيما راكو تشوفوا فيها طرواق غاج على البرة، يتفتحوا ويتغلقوا إلكتريك، الأناقة ديما حاضرة. الكراج تقريبا 200 متر كاري على الداخل. البروميير ايطاج فيه 3 شامبر كبار، وفيه كوزينة كبيرة ما شاء الله، وصالونجي تاعها ينخرج فيها اول تقريبا 60 متر كاري داخل كامل في اول. شوفوا متع روحك. زيد زيادة على هذا كاين كليماتيزور في كل ايطاج تاع 24 فت. نروحو للدوزيام ايطاج، فيها 3 شامب وكوزينة وصال دو با، ما نحكي لكمش أناقة، شوفوا متعينك. طيراس دوزيام ايطاج حاجة كبيرة بزاف، يعني نص تاع الميتراج تاع الفيلا كامل طيراس. الفيلا مخدومة على قانيها داخل وعلى برا، ونفينيا من كل شيء، يعني جيب قشك وروح تسكن. والبخي تاعها ما نقول لكمش، انتم تعيطوا في ليزابيل، يعني تروح وين تروح ما تلقاش بري كيما هو. ونروحوا لاتيغاس. لاتيغاس بزاف شابة، يعني تقدر تدير فيها واش تحب، ومخدومة ومبنية على نورم كما راكم تشوفوا، الطلعة الجبال كل شي جمال، وأناقة وسياحة وحضارة، الطبيعة موجودة ما شاء الله.